أرجو إن شاء الله بموافقة المشاركين. الندوة الإعلامية الدولية الأولى بمخيمات للاجئين ستكون بأرض حرة مستقلة حيث يأتي الرفاق. أعتقد على أن هذه الندوة الإعلامية تعتبر حدث جد مهم، لأنها تساهم في نقل رسالة الشعب الصحراوي من أجل الحرية، رسالة الشعب الصحراوي من أجل الكرامة والاستقلال. احنا لما نتقدم نعبر عن امتناننا لوسائل الإعلام، ونعبر عن امتناننا للمشاركين في هذه الندوة، لأنه مرة ثانية هذه مساهمة من طرفهم يعني في التعريف بالقضية، وجعل على أنه العالم يطلع عليها، وخاصة محاربة حرب الدعاية المغرضة اللي يقوم بها المعتدي المغربي. ننظم هذه الندوة الدولية الأولى للإعلام للتضامن مع الشعب الصحراوي في محطة مرافعة وتوحيد الجهود الإعلامية الداعمة للقضية الصحراوية من أجل تعزيز طبعا مساعي المرافعة في عالم يتشكل من جديد، في عالم باتت القضايا العادلة تتعرض فيه لسياسة ممنهجة ترمي طبعا بتر الصوت وكتمه، حيث يواجه الصحراويون حصارا إعلاميا على مدار 5 عقود من الزمن، واليوم السانحة كبيرة وعظيمة جدا لأجل أن تكون هنالك مشاركة قوية لأحرار العالم من الأصوات الإعلامية الذين طبعا آثروا المشاركة، مشاركة الشعب الصحراوي أناته وأوجاعه. القضية الصحراوية والشعب العربي الصحراوي استطاعوا أن يحصلوا على العضوية الدائمة والكاملة بالاتحاد الإفريقي، وهذا إنجاز كبير أقليمي وقاري، وبنفس الوقت لديهم ممثلية بالأمم المتحدة، ولديهم سفارات في دول عديدة، ولديهم اعتراف من دول عديدة بالجمهورية العربية الصحراوية. لكن هناك خلل بموضوع الإعلام والتغطية الصحفية. تأتي هذه الندوة التي عقدت في المخيمات من أجل النشر وتعميم ثقافة تصفية الاستعمار وتقرير المصير للشعب العربي الصحراوي.